النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه الإمام مسلم: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. ويقول فيما أخرجه أحمد في مسنده: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فيجب على الإنسان أن يتوب من تركه للصلاة. والله عز وجل يقول: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ويقول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. بمعنى أنهم إذا ما صلوا ليس إخوانا لنا في الدين. يجب حقيقة على الإنسان أن يصلي، أن يقيم صلواته تامة، أن يحرص عليها، أن يعظمها. وذكر بعض الفقهاء أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة بناء على هذا الحديث. وأسأل الله تعالى أن يعني يدلنا وإياكم على الخير.